بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء ونسأله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله صالحا وله جل وعلا خالصا وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وأزواجنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فإن من فضل الله جل وعلا على العبد أن يفقهه في دين الله جل وعلا ومن علامات الخير والفلاح أن يسلك الله بالعبد درب العلم واثر العالمين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومن اعظم ما يتعلم العلم الذي به تصح عبادة العبد لله جل وعلا وهذا من اوجب الواجبات فإن الله جل وعلا أمر عباده بأن يعبدوه فقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولا تتحقق العبادة بحق إلا عن علم فإن الجاهل لا يتوصل إلى مراد الله جل وعلا فالله جل وعلا أمر بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومن العلم العظيم الذي يجب على العبد أن يتعلمه وأن يبذل فيه غاية مجهوده العلم المتعلق بالفرائض ومن أعظم الفرائض وأجلها وأشرفها فريضة الصلاة فريضة الصلاة من أجل ومن أعظم ومن أشرف الفرائض ولذلك المتع العلم المتعلق بهذا الفريض بهذه الفريضة من أعظم العلوم وذلك بأن تؤدي هذه الفريضة فريضة الصلاة على الوجه المرضي ولا يكون ذلك إلا بالتعلم من المورد الصافي والعذب النق والمورد العذب النقي النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يصلي لكنه لا يصلي على الوجه الصحيح فناداه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صلاته وعلمه كيف تكون الصلاة فهذا العلم علم شريف قام به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قولا بتعليم الصلاة كما علم هذا المسيء صلاته كيف يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صلاته حكم عليها بالبطلان قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني أن صلاتك أو هذه الأفعال التي فعلتها تظن أنها صلاة هي ليست بصلاة لأنها ليست على الوجه المرضي دل ذلك على أنه لا تكون الصلاة صحيحة إلا إذا كانت على وفق الوجه المرضي والوجه المرضي هو الذي علمه صلى الله عليه وسلم لهذا المسيء لصلاته فكان هذا الجامع في صفة صلاة في صفة الصلاة وأصل ذلك ومرجعه ومصدره كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا في دروس سابقة الحديث عن صفة الصلاة حتى وقف بنا الحديث على موضع ما قبل الركوع سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد فيقول معالي شيخنا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن السند حفظه الله تبارك وتعالى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه الجامع في صفة الصلاة قال حفظه الله الخامس عشر ما قبل الركوع وبعد فراغه من القراءة يسكت سكتة قصيرة بقدر ما يرجع إليه نفسه ثم يكبر للركوع فلا يصل التكبير بالقراءة كما يفعل بعض كما يفعل بعض الأئمة قال أبو داود رحمه الله كانوا, يستحب كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة وهذه أولى تكبيرات الانتقال للفصل بين الأركان وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم المستمر ومن قوله صلى الله عليه وسلم أخرج الشيخان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبِّر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وهي واجبة من واجبات الصلاة في مذهب الحنابلة وذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية في مذهب الحنابلة إلى أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة واستدلوا بحديث المسيء صلاته فإن, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها ولكن حديث المسيء صلاته لم يستقص الواجبات كلها فلم يذكر فيه التشهد الأخير ولا السلام ويحتمل انه علمه ما اساء فيه فقط وبما رواه احمد وابو داود عن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير قال ابو داود معناه اذا رفع راسه من الركوع واراد ان يسجد لم يكبر واذا قام من السجود لم يكبر ولكن الحديث ضعيف إسنادا ومنكر متنا نعم قبل أن يركع المصلي وبعد أن يفرغ من القراءة ماذا يفعل إذا فرغ من القراءة سواء كان في الركعتين الأولىين من الصلاة في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة أو كان ذلك في الركعات التي تكون في الثالثة في الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة والرابعة بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة. يشرع له بعد الفراغ من القراءه ان يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يرجع اليه النفس وهذه السكتة مشروعة قال ابو داود كانوا يعني سلف هذه الامة من الصحابة ومن بعدهم يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة والسكتات في الصلاة سكتتان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام فيسكت لاجل ان ياتي بدعاء الاستفتاح فلا يقرا الفاتحه حتى يستفتح والسكته الثانيه بعد الفراغ من القراءه وقبل وقبل الركوع واما السكته التي تكون بعد الفاتحه وقبل قراءه ما تيسر من القران فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله او ربما ينكره بعض الناس على من لم يفعل ذلك بان بان ينكر على من لم يسكت بعد الفاتحه فإنه مخالف لما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه وإن كان بعض العلماء يرى أن عدد السكتات ثلاث ويعد منها السكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن لكن ليس على ذلك دليل فالثابت في ذلك سكتتان كما ذكرنا والسكتة الثانية التي تكون قبل الركوع قبل تكبير التكبير للركوع وبعد الفراغ وبعد الفراغ من القراءه حتى لا يتصل التكبير بالقراءه يعني يكون هناك فاصل والفاصل بسكته يسيره قصيره ثم بعد ذلك يكبر للركوع وهذه التكبيرة الأولى في الصلاة من تكبيرات الانتقال لا يسبقها إلا تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة للدخول في الصلاة فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالتكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام انك دخلت في الصلاه واما تكبيرات الانتقال فاولها التكبيره للركوع وهذه التكبيره دليلها ادله الاولى من هذه او الاول من هذه الادله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بهم يصلي بالراوي عن أبي هريرة ومن معه وهو أبو سلمة فكان يكبر رضي الله تعالى عنه كلما خفض وكلما رفع كلما خفض وكلما رفع ثم إذا انصرف من الصلاة انت من الصلاة قال رضي الله تعالى عنه إني لَأَشْبَهُكُمْ أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الآن ينقل لنا رضي الله تعالى عنه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وهو من أكثر الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ومن نقله الفعلي العملي نقله لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته هو رضي الله تعالى عنه وقوله عن نفسه إني لأشبهكم لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا أراد الركوع وهو القائل انما جعل الامام ليؤتم به فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا اراد الركوع دل ذلك على ان التكبير للركوع مشروع ومشروعيه الركوع التكبير للركوع حكمها على قولين مشهورين عند اهل العلم القول الاول أن هذه التكبيره تكبيره الركوع وسائر تكبيرات الانتقال أن تكبيره التكبير للركوع وسائر تكبيرات الانتقال هي واجب من واجبات من واجبات الصلاه فهذا فهذا التكبير واجب وهذا مذهب الحنابله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند الركوع وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولأنه صلى الله عليه وسلم استمر وداوم على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم المستمر وهذا دليل على أن ذلك من الواجبات إذ لو كان من المستحبات لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبعض مره او لمره حتى يعلم الناس ان ذلك ليس بواجب اما وقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه فانه من واجبات الصلاه والواجبات تختلف عن الفرائض وعن السنن عن الاركان وعن السنن فعندنا اركان وعندنا أركان للصلاة وعندنا واجبات للصلاة وعندنا سنن للصلاة الأركان كتكبيرة الإحرام والواجبات كتكبيرة الركوع تكبير للركوع والسنن كدعاء الاستفتاح والفرق في هذا أن الركن إذا تركه المصلي ناسيا فضلا أن يكون متعمدا لم تصح الصلاة حتى يأتي به وأما الواجب فإذا تركه تعمدا لم تصح الصلاة وإذا تركه ناسيا فإن ذكره بعد ذلك في أثناء الصلاة أو بعيد الصلاة مباشرة سجد سجدتي السهو وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ بزمن فصلاته صحيحه فانه يسقط مع السهو او النسيان واما السنن فان تركها عمدا او سهوا لا يبطل الصلاه صلاه صحيحه فاذا جاء بها اثيب عليها وان تركها فلا شيء عليه فالحنابله يقولون ان تكبيرات الانتقال ومنها تكبيره الركوع التكبير للركوع التكبير للركوع واجب من الواجبات واستدلوا بهذه الادله قول الثاني هو قول الجمهور جمهور اهل العلم من الحنفيه والمالكيه والشافعيه وروايه في مذهب الحنابله ان تكبيرات الانتقال جميعا ومنها التكبير للركوع سنه من سنن الصلاه وليست بواجبه واستدلوا بحديث المسيء صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها ان يقول فيقول له اذا اردت الركوع فكبر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بها وايضا استدلوا بما رواه احمد وابو داود عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير وقالوا كما قال ابو داود معناه اذا رفع راسه من الركوع واراد ان يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر فقالوا هذه أدلة تدل على أن التكبير للانتقال من الركوع من القيام إلى الركوع ومن الركوع ومن القيام إلى السجود ومن السجدة إلى السجدة أن هذا كله سنة وليس بواجب ورد القائلون بالوجوب علي أدلة القائلين بالسنية وعدم الوجوب بأن حديث المسيء صلاته قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الصلاة ولم يستقص النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات جميعا وإنما علمه ما أساء فيه فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء صلاته التشهد الأخير ولا السلام وهذا مع اتفاقكم معنا أنها من من الواجبات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لهذا الرجل الذي اساء في صلاته فدل على ان الاستدلال بذلك غير مستقيم فان الاستدلال اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل انه ما علمه الا ما اساء في صلاته فقط فتطرق له الاحتمال وردوا على الدليل الثاني حديث عبد الرحمن بن أبزة الذي يرويه عن أبيه أن الحديث ضعيف ضعيف سند ومنكر متنا أما ضعف إسناده فقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم فإن الحديث معلول قال أبو داود والطيالسي قال أبو داود الطيالسي والبخاري لا يصح لا يصح هذا الحديث وضعف هذا الحديث يسقط به الاستدلال والحجية وأما نكارته في المتن فلمخالفته لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما رفع وكلما وضع نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله قال ابن عبد البر رحمه الله التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم ولا ظاهرا فيهم ولا مشهورا من فعلهم في صلاتهم ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول إنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عكرمة على الشيخ ما قال له ابن عباس فيه إنه السنة ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاه علي لقد اذكرني هذا صلاه محمد عليه السلام الى ان قال وهذا يدلك على ان التكبير في غير الاحرام لم ينقله السلف من الصحابه والتابعين على الوجوب ولا على انه من مؤكدات من مؤكدات السنن بل بل قد قال قوم من اهل العلم ان التكبير انما هو اذن بحركات الامام وشعار الصلاه وليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا أن يكبر. انتهى كلامه. قال شيخنا: قلت وعلى فرض أن هناك خلافا في هذا، فقد استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٍ. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: وهذا القول أظهر من حيث الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به. وأصل الأمر للوجوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير، فهو محمول على عدم الجهر بذلك، لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما، وعلى تسليم أن الترك وقع منهما، فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين انتهى كلامه ابن عبد البر رحمه الله وهو من اكابر العلماء المحققين وهو من علماء المالكيه المحققين ومن كبار الفقهاء والعلماء يؤيد قول الجمهور بأن التكبير في الخفض والرفع سنة وليس بواجب ويستدل على ذلك بأن التكبير عند الخفض والرفع ليس مشتهرا عند الصحابة والتابعين ولو كان واجباً لاشتهر ذلك ويستدل على عدم الشهره بأمور لأنه قال التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم ولا ظاهرا فيهم ولا مشهورا ولا مشهورا من فعلهم بدليل ان ابا هريره يفعله يعني يفعل التكبير في الخفض والرفع طيب هذا استدلال على انه غير مشهور نعم لانه قال كان يؤكد او يرد على من ربما يتوهم انه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاه قال اني لاشبهكم لا صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا تنكروا علي انني اكبر في كل خفض ورفع فاني اشبهكم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان التكبير في الخفض والرفع مشتهرا عندهم لما احتاج ابو هريره الى ان ينبه ان هذا الذي فعله اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينكرون ان ذلك سنه لكن لا يقولون بوجوبه فكونه ينقل لهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا على وجوبه لانه قد يكون قد فعله في بعض الاحيان وهم لا ينازعون في السنيه وان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله في بعض الاحيان لكن ينازعون في الوجوب فاستدل ابن عبد البر على عدم شهره التكبير في الخفض والرفع ان ابا هريره احتاج الى بيان بيان انه عندما كبر في الخفض والرفع ان ذلك انما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا استدل على أنه غير مشتهر أن عكرمة لما أنكر على الشيخ ما قال له لما هذا الشيخ كان يكبر كان يكبر في يقول عكرمة صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيره فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثاكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا مشتهرا لما أنكر عكرمة على الشيخ لأنه لو لو, لو لو يعلم أن هذا واجب لما كان مشتهرا لما حدث الإنكار ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاه علي لقد اذكرني هذا صلاه محمد عليه الصلاه والسلام لانه كان يكبر في الخفض والرفع فكانه يقول هذا الذي فعله شيء منسي عندكم فقد ذكرني ذلك بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذا يستدل به ابن عبد البر فقال هذا يدلك على ان التكبير في غير الاحرام لم ينقله السلف من الصحابه التابعين على الوجوب هذا محل النزاع لا على ما ليس محل النزاع على المشروعيه وانما على الوجوب ولا على انه من مؤكدات السنن لكنه من السنن بل قال, قال قوم من اهل العلم ان التكبير انما هو اذن بحركات الامام وشعار الصلاه وليس بسنه إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر ولا شك أن هذا الخلاف وإن وجد إلا أنه محمول على أنه إما المقصود عدم رفع الصوت بالتكبير وأنه يكبر إذا أراد أن يكبر بينه وبين نفسه أو أنهم لم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها والحجة في العبادة أنه إذا ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المشروع وإن خالف من خالف لاجتهاده وفهمه وتأويله ولذلك شيخنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له رجح وهو الراجح في هذه المسألة الوجوب وقال هذا القول أظهر من حيث الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وأمر به أمر به وأصل الأمر للوجوب فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأما ما روي عن عثمان ومعاوية وغيرهما في هذه المسألة من عدم إتمام التكبير قال الشيخ هو محمول على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه فيحمل ذلك على أنه عدم الجهر وقال الشيخ حتى ولو فرض أنهم تركوه ولم يكبروا فالحجة مقدمة على رأي الصحابة فإنما نعبد الله بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخنا حفظه الله وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين السابق والآتي وعلى هذا جرى العلماء فمحلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء لأنها الذكر المشروع لأنها الذكر المشروع بين الأركان، أما الأركان فمختصة بأذكارها المشروعة فيها، فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد، وإنما اختلفوا هل يمد صوته ليوافق انتهاء التكبير حد الركوع؟ قال النووي رحمه الله: فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، وقال ابن حجر رحمه الله التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من, من, حين من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا انتهى كلامه وقال ابن قدام رحمه الله ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه قال المرداوي في تصحيح الفروع قوله فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه فقيل يجزيه للمشقة لتكرره وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده انتهى إذا انتهينا من حكم تكبيرات الانتقال وأنها على القول الراجح واجبة فمتى يقول تكبيرات الانتقال؟ متى يقول تكبيرات الانتقال؟ تحديد الوقت الذي أو متى يكون هذا التكبير، متى يبتدئ به؟ هل يبتدئ بأول تكبيرات الانتقال؟ التكبير للركوع متى يبدأ به؟ هل وهو قائم؟ هل إذا بدأ بالركوع هل أيضاً منتهاه ينتهي به قبل أن يستتم راكعاً؟ أو إذا استتم راكعاً؟ هذه هي المسألة تكبيرات الانتقال على وجه العموم ومنها هذه التكبيرة التكبير للركوع محلها محلها بين هذين الموضعين يعني الآن تكبيرة انتقال هي الانتقاء في الركوع هي الإنتقال من القيام إلى الركوع محلها بينهما لا في القيام ولا في الركوع لا في القيام ابتداء ولا في الركوع إنتهاء ولذلك يشرع في قول الله اكبر عند عند ابتدائه بالانحطاط بال بالركوع بالهوي سواء كان هذا في السجود او في الركوع او في الرفع من السجده الى القيام او من القيام من السجده الى الجلسه بين السجدتين بعض الناس بعض الناس اذا اراد ان ي إذا أراد أن يركع ركع فعلا بالفعل ولكنه لا يكبر إلا إذا استتم راكعا هذا عند بعض أهل العلم لا تجزئ صلاته لأنه كما قال المرداوي قال أو كمله بعد انتهائه ففي قول ففي قول لا يجزي هذا لانه كمن كمل القراءه وهو راكع لو ان انسان ما قرأ الفاتحه بدا يقرا الفاتحه ثم اتمها وهو راكع هل هذا تصح قراءته لا قال او اتى بالتشهد قبل قعوده اذا وقيل انه يجزى للمشقه المتكرره لكن الان قبل مسألة الإجزاء وعدمها ما هو المشروع؟ نقول مشروع أن يبتدئ بها بهذه التكبيرة منذ بدئه بالركوع لا قبل ذلك وأيضا ينتهي منه قبل أن يستتم في الموضع الذي بعده بين بين الأمرين وهذا هو الذي جرى عليه العلماء قال النووي رحمه الله هل يمد صوته ليوافق انتهاء التكبير حد الركوع يعني بعض الناس يقول الله اكبر حتى ي... حتى يوافق انتهاء التكبير حد الركوع النووي رحمه الله قال يبدا بالتكبير حين يشرع حين يشرع ليس قبل ان يشرع حين يشرع في الانتقال الى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين حد الراكعين يعني الى ان يصل الركوع يكون قد انقطع صوته وابن حجر رحمه الله يقول التكبير ذكر الهوي يعني هو الذكر المختص بالهوي بهذا لا لا قبل ولا بعد فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال الى حين يتمكن ساجدا يعني اذا اراد ان يسجد مثلا متى متى يقول الله اكبر منذ ان يبدا بالهوي منذ ان يبدا بالسجود يعني منذ ان يهوي من القيام يريد السجود يبدا يقول الله اكبر فيبتدئ به حين يشرع في الهوي إلى حين يتمكن ساجدا وهذا ما قاله أيضا ابن قدامة قال يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهائه مع انتهائه بعض الناس تجدهم ما يكبر ما يكمل التكبير إلا أثناء السجود أو أثناء الركوع هذا خطأ هذا خطأ لكن ما حكمه على خلاف بعض اهل العلم يرى ان ذلك لا يجزيه كما قال المرداوي وبعضهم قال يجزيه نعم وهذا سياتي تفصيله الاول قال شيخنا حفظه الله احدهما هو كمن كمل قراءته راكعا او اتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح قدمه المجد في شرحه وقال هذا قياس المذهب وتبعه في مجمع البحرين والحاوي الكبير وجزم به في المذهب قلت وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب والقول الثاني يجزيه للمشقه لتكرره قال المجد في شرحه ومن تبعه ويحتمل ان يعفى عن ذلك لان التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الابطال به او السجود له مشقه ومال اليه قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في فيما إذا أدرك الإمام في الركوع وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى قال ابن تميم فيه وجهان أظهرهما الصحة وصححه المصنف في حواش المقنع قلت وهو الصواب القولان في من لم يكمل التكبير الا في الموضع الذي انتقل اليه فمثلا هو يريد الانتقال الى الركوع قال الله اكبر فلم يكمل التكبير الا اثناء الركوع او اراد السجود وهو قائم فقال الله اكبر ولم يتمها الا في السجود هذا هو محل الخلاف هل يجزيه هذا التكبير أو لا الأول قالوا لا يجزيه وهو كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح وهذا القول عليه أكثر الحنابلة والقول الثاني قالوا يجزيه للمشقة لتكرر ذلك ولأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر فكان الإبطال به أو السجود له والإلزام بالسجود له من المشقة وهذا القول فيه سعة خاصة مع تكرر ذلك لكن يدل ذلك على اهميه الاعتناء من المصلي اماما كان او ماموما او منفردا بان يكون التكبير الانتقالي بين بين الحالين بين المنتقل منه الى المنتقل اليه لا في احدهما فضلا ان يكون فيهما نعم أحسن الله إليكم، قال شيخنا حفظه الله السادس عشر: رفع اليدين للركوع، ويرفع يديه كرفعهما في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع من مواضع رفع اليدين الأربعة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. وقد اختلف العلماء وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه على قولين. القول الاول أن من السنة أن من السنة رفع اليدين في هذين الموطنين. ونسبه النووي وشيخ الاسلام ابن تيمية والعراقي رحمهم الله الى أكثر العلماء وجمهور المسلمين. وقد استدلوا بالأحاديث الواردة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر ومالك بن الحويرث وعلي بن ابي طالب وابي حميد رضي الله عنهم وفيها كلها رفع يديه وقال الامام احمد قد سئل عن رفع اليدين اي لعمري ومن يشك في هذا قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله لا نعلم مصرا من الامصار تركوا باجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاه الا اهل الكوفه فكله فكلهم لا يرفع الا في الاحرام قال ابن القيم رحمه الله وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة, خل... والصحابة خلفه وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر حتى كان عبد الله ابن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبة، وهو عمل كأنه رأي عين، وجمهور التابعين، وجمهور التابعين يعمل به في المدينة، وغيرها من الأمصار، كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي، وغيرهما عنهم، ثم صار العمل بخلافه انتهى انتهى كلامه، وقال رحمه الله، وروى رفع، وروي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاث وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاث نحو نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشره ولم يثبت عنه خلاف ذلك البته بل كان ذلك هديه دائما الى ان فارق الدنيا انتهى كلامه القول الثاني نعم من المشروع للمصلي اذا اراد ان يركع ان يرفع يديه عند التكبير للركوع وهذا الموضع الثاني من مواضع مشروعية رفع اليدين في الصلاة فإنه يشرع رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام يشرع له ان يرفع يديه هكذا حذو اذنيه او حذو منكبيه الثاني من المواضع وهو الموضع الذي نحن عنده في الحديث عند اراده الركوع اذا اراد ان يكبر للركوع قال رفع يديه هكذا وقال الله اكبر والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والرابع عند القيام من التشهد الاول وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه على قولين مع اتفاقهما مع اتفاقهم مع اتفاق العلماء على مشروعيته عند تكبيره الاحرام وانما اختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على قولين الأول أن ذلك من السنة وقد ذكر النووي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما ذكر أن هذا هو قول أكثر أهل العلم بل جمهور المسلمين واستدلوا بالاحاديث التي وصف فيها الصحابه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها جميعا رفع يديه كحديث ابن عمر ومالك بن الحويرث وعلي بن ابي طالب وابي حميد ولما سئل الامام احمد رحمه الله عن رفع اليدين قال اي ولعمري ومن يشك في هذا من يشك في هذا؟ والمروزي محمد بن نصر رحمه الله قال لا نعلم مصرا من الامصار تركوا باجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاه الا اهل الكوفه فكلهم لا يرفع الا في تكبيره الاحرام وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وانه روي الرفع لليدين في هذه المواطن روي عن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفق على روايتها العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم ولم يثبت خلاف ذلك القول الثاني نعم قال شيخنا حفظه الله القول الثاني انه لا يرفع يديه في هذين الموطنين وهو مروي عن عدد من الصحابه وهو مذهب الحنفيه وهو اشهر الروايتين عن مالك وعليه اكثر المالكيه قال السرخسي رحمه الله ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاه سوى تكبيره الافتتاح وقال الدسوقي رحمه الله عن روايه عدم رفع اليدين عن مالك قال وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواقع عن الإكمال وهو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك انتهى كلامه واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي, بك ألا أصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره ومثله حديث البراء بن عازب إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود قال الترمذي رحمه الله حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة نعم قول الثاني أنه لا يرفع يديه في تكبير عند التكبير للركوع ولا عند الرفع من الركوع وروي ذلك عن عدد من الصحابة وهو مذهب الحنفية وهو أشهر الروايتين عن مالك وعليه أكثر المالكية وذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلم يرفع يديه إلا مرة يعني عند تكبيرة الإحرام وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ وضعّفه البخاري في جزء رفع اليدين الترمذي رحمه الله ايضا قال حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه الاستدلال تطرق اليه الضعف حديث ابن مسعود وهذا يضعف هذا القول ويدل على ان القول الاول هو الاوجه والاقوى دليلا وهو الراجح ان المصلي يرفع يديه في هذين الموطنين كما يرفعهما في تكبيره الاحرام وقد طال الخلاف عند اهل العلم حتى أُلف في ذلك المصنفات الكثيرة اكثر من عشرين مؤلف في هذه المسألة ولكن المسألة هينة سهلة وهي من سنن الصلاة ورفع اليدين في هذه المواضع الاربعة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال شيخنا حفظه الله قال الترمذي رحمه الله نعم قلت وقد طال قلت وقد طال الخلاف بين العلماء المتقدمين في هذه المسأله وألفت فيها مؤلفات متعدده زادت على العشرين وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف قال محمد انور الكشميري رحمه الله اما بعد فهذه نبذه في مساله رفع اليدين قبل الركوع وبعده وبين السجدتين وبعد الركعتين وما يدور من النظر والمعنى فيها في البين سميتها, ني... سميتها نيل الفرقدين في مساله رفع اليدين ما قصدت بها احمال احد الطرفين ولا يستطيعه ذو عينين وانما اردت بها ان بيد أن بيدي... أن بيدي كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين وهما على الحق من الجانبين وليس الاختلاف اختلاف النقيضين بل اختلاف تنوع في العبادة من الوجهتين وكل سنة ثابتة عن رسول الثقالين تواتر العمل بهما من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحوين وإنما بي الاختلاف في الأفضل من الأمرين انتهى كلامه والراجح أن المصلي يرفع يديه في هذين الموطنين كما يرفعهما في تكبيره الاحرام وكما يرفعهما عند النهوض من التشهد الاول كما سياتي قال ابن خزيمه رحمه الله سمعت محمد بن يحيى يقول من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه يعني اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع فصلاته ناقصه هذا القول انما اراد به يعني من ناحيه السنن ناقصه من سنن الصلاه لا ناقصه من حيث الوجوب او الاركان فمراده انها ناقصه من حيث السنن وانه يرى ان رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع من السنن ومن اتى بها كمل صلاته نعم قال شيخنا حفظه الله السابع عشر تعريف الركوع ثم يركع ثم يركع الركوع في اللغة الانحناء ومنه قول لبيد أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كل أدب كأني كلما قمت راكع وهو أن يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهر حتى يطمئن ظهره راكعا ودليله قوله تعالى اركعوا واسجدوا وفي حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وأجمع العلماء على ذلك. نعم بعد ذلك يأتي الركوع والركوع الانحناء وهو ان يخفض المصلي راسه بعد القيام التي يكون فيها القراءه قيام التي يكون فيها القراءه فيخفض راسه وظهره حتى يكون على هيئه الركوع حتى يطمئن ظهره راكعا ولا شك ان الركوع من اركان الصلاه من اركان الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا نعم قال شيخنا حفظه الله الثامن عشر صفه الركوع وللركوع صفتان مجزئه ومستحبه فاما المجزئه فان ينحني بحيث يمس ركبتيه بيديه وان يكون الى صفه الراكع اقرب منه الى صفه القائم واما المستحبه فان يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره ويجعل راسه حياله فهذه اربعه امور في الركوع المستحب الاول ان يضع يديه على ركبتيه الثاني ان تكون يداه مفرجتي الاصابع فيفرقهما تفريقًا زائدًا عن وضعها الطبيعي؛ ليكون كالقابض على الركبتين، الثالث أن يمدَّ ظهره ويهصره فلا يقوِّسه، الرابع أن يجعل رأسه مساويًا لظهره، لا يرفعه ولا يخفِضه عن مستوى ظهره؛ أخرج البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره واخرجه ابو داود بلفظ فاذا ركع امكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع راسه ولا صافح بخده واخرج احمد من حديث رفاعه من حديث بن رافع رضي الله عنه فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامد ظهرك ومكن لركوعك وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وأخرج ابن ماجة وأخرج ابن ماجه من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. لا نعم كيف يركع المصلي للركوع صفتان صفه مجزئه وهي الواجبه التي لا يصح الركوع الا بها وصفه مستحبه زائده عن الواجب وهي افضل اما الصفه الاولى المجزئه وهي الواجبه التي لا يصح الركوع الا بها ان يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه نقف عند هذا الحد ونكمله ان شاء الله في درس الغد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين